ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة احنا دايما متعودين عليها، بس هعملها فيها اضافات جديدة وبطريقة جديدة، وهتبقى اطعم واحلى ان شاء الله من اللي احنا كنا بنعملها ايام امهاتنا ما كانت بتعلمنا الاول. النهاردة هعمل معاكم الزلابية او لقمة القاضي. فيها حاجات متضافة جديدة بس بجد هتخليها جميلة جدا. اول حاجة انا عندي هنا في كوبايتين من الدقيق، دقيق جميع الاستعمالات. عندنا هنا كوبايتين من الدقيق، عندي 3 معالق من النشا. لو عندك كاستر ممكن تحطيها تديله لون وطعم كمان احسن من كده، بس انا ما عنديش. يبقى احنا هنا كوبايتين من الدقيق عليهم 3 معالق من النشا، عليهم 2 معلقة من السكر، عليهم 2 معلقة كبار، كل دي معالق كبيرة، 2 معلقة كبار من السكر، 2 معلقة كبار من لبن البودرة، هقول تاني هنا 2 دقيق، 3 معالق كبيرة من النشا، 2 كبار من السكر، 2 كبار من لبن البودرة، هنا 2 كبيرة من الخميرة الفورية، ونص ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. كل ده عليهم زي ما احنا شايفين كده. هعمل ايه؟ هقلب كل المواد الجافة دي كلها كده مع بعض، اهي كلها كده تتقلب مع بعضها كويس. وممكن تعجني بايديكي وممكن تعجني في الخلاط. انا هعجن في الخلاط بتاعي على طول عشان اسرع لي واسهل، لان هما كمية قليلة مش كتير. بس شوفوا بقى هيعملوا لكم قد ايه دول كده. تمام، هروح بقى معاكم على الخلاط ونشوف هنعمل فيه ايه. هبتدي انزل كل الدقيق بتاعي في الخلاط اهو. زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اعجن بمية دافية. هعجن بمية دافية، بس عندي في المية ده قبل ما احط المية الدافية عندي 2 معلقة كمان من الزيت. 2 معلقة اهو قدامكم، اهو 2 معلقة كبار من الزيت. هبتدي كده اجيب المية الدافية بتاعتي اهي معايا بالكتل، وهبتدي اخلط واحدة واحدة بس عشان خاطر الصوت. انا هضربه وبعدين اوريه لكم. كده خلاص انا ضربتها في الخلاط، هوريها لكم. مش هتبقى سايبة زي بتاع زمان، لا مش هتبقى سايبة زي الاول، هتبقى ماسكة نفسها شوية، لان احنا بدل ما نعمل بالمع عشان تنزل معاكم مدورة، تنزل كور يعني، عشان تنزل كور وتبقى حلوة. بقرب كده الكاميرا عشان تشوفوها. بصوا تخينه ازاي. هتنزل دلوقتي وهوريها لكم، هنا هفضيها واوريها لكم. كده انا فضيتها، بصوا ما بقاش فيها اي تكتلات خالص، لازم تبقى ناعمه كده زي ما احنا شايفينها كده. شايفين اهي؟ انا بقى هحطها دلوقتي تخمر وهغطيها واسيبها تخمر شويه، وهوريكم دي انا عملتها تخينه ليه، لان احنا هوري لكم ازاي هنستعملها عشان تطلع كور مدوره زي بتاعت بره بالظبط، ما تطلعش زي ما كنا بنعمل بالمعلقه وتيجي تنزل كده ناخد بالمعلقه تطلع فيها حاجه مشرشبه حاجه. لا، احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبطها ونخليها ان شاء الله تعجبكم باذن الله. تخمر واوريها لكم. لما العجينة بتاعتنا تخمر هنعمل العسل. العسل بتاعها عبارة عن ايه؟ عن 3 سكر، ادي 1، اتنين،
3 سكر على كوباية ونص بس مية، كوباية ونص مية، ومش هنقلب خالص خالص فيه إلا لما يغلي، ومش هحط الليمون دلوقتي، هحطه بعد ما العسل يغلي على طول. أنا هستعمل مية سخنة كمان عشان أخلص بسرعة. أدي كوباية وأدي النص. يبقى عندنا هنا كوباية وكوباية، 3 كوبايات سكر، كوباية ونص من الكوباية ونص من المية. بعد أنا مش هقلبه ولا هاجي جنبه خالص، هحطه على النار لحد ما يبتدي يغلي ولحد ما يدوب السكر نهائي. بعد ما يدوب السكر نهائي في المية هبتدي احط عصرة الليمونة وابتدي اقلبه، لكن طول ما فيه سكر باين ما تحطيش المعلقة فيه ابدا عشان ما يسكرش منك على الجناب او يطلع على الجناب. انا كده هحطه يغلي وبرضه هوريه لكم. حطيته انا على النار اهو بيغلي، مش هاجي جنبه نهائي، مش هاجي جنب اي حاجه خالص لحد السكر ده ما يدوب مع الميه. واول ما الاقيه ابتدى يغلي اروح عصره نص ليمونه بتاعي واسيبه يغلي 10 دقائق بعديها بالليمون، لحد او على لحد ما احس ان العسل بقى تخين اللي احنا بنستعمله. اخلص العسل وكل العجينه بتاعتي خمرت ونبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. بتاعتنا خمرت وانا بهبط خمرانها، شايفينها تخينه ازاي؟ لازم تبقى كده عشان هنقصها ونحطها في القمع بتاعنا في الكيس اللي هو اللي فيه البلبله، وهنبتدي نعمل وهنبتدي نحمر. انا هعبيها في الكيس بتاعي وهوريكم. كده الزيت بتاعنا يا دوبك سخن، ما بنعلهوش عليه قوي، بنخليه واطي شويه عشان ما يتحرقش مننا. هبتدي بقى كده مع الكيس الحراري زي ما انتم شايفين كده اهو، يا رب يكون واضح اهو، وهبتدي اقص. شايفين اهو، معلش ده بقى الزيت كان سخن قوي، فالمفروض ما يبقاش سخن قوي كده، لازم يكون بارد خالص يعني وسط، عشان انا مش عايزاه يبقى محمر كده، عايزاه يبقى لسه ابيض يا دوبك مدهب كده. وبعدين احطه مره تانية، ان احنا بنحمره مرتين. عشان كده انا هشيل ده من على النار احطه جنبي كده، وانزل الكمية اللي انا عايزاها، وبعدين نبتدي نحمر. بصوا كده هبتدي كده بشويش، يا رب تكون واضحة قدامكم. شايفين
بشويش خالص وعلى مهلك، مفيش استعجال اهو، وكفايه قوي كده. وابتدي اقلب. بصوا مني الزيت سخن يا دوبك، انا بعيد عن النار خالص اهو، هو مش بيستحمل النار، لازم يتنفخ معايا يصفر يبقى مدهب. وابتدي اشيل فيه عشان احطه يتحمر مره تانيه، يعني المفروض ما يحمرش كده قوي، كل ما الزيت يبرد كل ما يديك اللون اللي انت عايزاه اكتر اهو. انا كده ده كده كفايه قوي عليها. كل ما يكون الزيت بارد كل ما يكون احسن اهو. بصوا بقى والزيت بارد خالص دلوقتي اهو. كده اسهل من المعلقه 100 مره. شايفين اهو، شوفوا بقى الزيت وهو بارد احسن ازاي، احسن كتير كتير اهو، يا دوبك يصفر. وابتدي يصفر خالص ويبتدي اشيله وابتدي احط كده بقى. خلاص الزيت بتاعي جلد، هرجعه على النار. اول ما تلاقي الزيت منك سخن طلعيه بره ودخليه تاني. انا بقى هكمل الكميات بتاعتي واخلصها واوريكم الدور التاني بتاع التحمير ولما نيجي نحطه في العسل. بص لما بتكون العجينه ناجحه بتبقى القاضي بيبقى مدور. دول بقى معلش دول فلتوا مني كده. انا هكمل الكمية بتاعتي اهو، ده كده هيطلع كده كويس قوي اهو، قرب يطلعه اهو اهوت. خلاص خلاص انا حبيت ابقى معاكم بس عشان اوريه لكم، كمان هوريه لكم لما يجي يتحمر بقى هيبقى خطير كده. كفاية قوي كده، ده كده ناجح جدا كده اهو، عشان نحمره مره تانية عشان يبقى مقرمش زي بتاع بره بالظبط. انا بقى اكمل الكميه بتاعتي وارجع لكم. طلعت الحاجه بتاعتي لونها ابيض زي ما انتم شايفين، وحطيت الزيت تاني يسخن قوي اهو، وهبتدي اخد اللي انا عملتهم اول حبه هما اللي هحطهم الاول، وهنا عندي كمان العسل. كده عندي الزيت سخن اهو، هبتدي انزل اول حبة انا طلعتهم الاول اهو. زي ما احنا شايفين كده اهو، ونحاول ان احنا نحمر عشان يبقى مقرمش. عندي طبعا العسل بارد والزلابية سخنة اهو، زي ما احنا شايفين كده. ابتدي اخد كده
شايفين لونها؟ ودي للعسل ودي للزيت، ما نقدرش نحط بتاعه الزيت مع العسل. اقلب كده اللي يشرب شويه اهوت، وهبتدي احط وابتدي اشيل بقى من العسل، اشيل كده شويه، وطبعا انا مطيه هنا على الزيت عشان اقدر اتحكم فيها اهو. بصوا بيشخلل ازاي، سامعين الصوت اهو. لازم تفضي مكان العسل عشان اللي يطلع من الزيت تحطيه على طول. هبتدي اخد شوية كمان اهو زي ما احنا شايفين كده، ابتدي يتحمر. والله خطير على فكرة، بصوا بصوا شكله جميل ازاي. شايفين كده، انا هكمل بقى الكميه بتاعتي دي كلها واوريكم بقى بعد ما يطلع خالص. بصوا اهو شايفين الشكل بيبقى جميل ازاي. طول ما احنا واقفين نقلب فيه كده، والنار ما تكونش عاليه، تكون نار واطيه عشان ما يتلسعش مننا، يبقى حبه وحبه اهو زي ما احنا شايفين كده. انا بقى بحب فيه، عندي بيحب مرشوش عليه سكر بودره، وفي اللي بيحب عليه شوكولاته، وممكن تحط عليه صوص كراميل. دي كلها حاجات من الحاجات بتاعه الجديده بقى اللي طالعه، مش لازم كله بالعسل يعني. اهو هخلص بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم. خلصنا لقمه القاضي او الزلابيه زي انتم ما بتقولوا، وعملنا حبه بالسكر لان في عندي بيحب بالسكر وفي عندي بيحب بالعسل. ودي كانت بصوا الصوت، عايزه اوريكم الصوت بتاعه، صوت قد ايه هو مقرمش. بصوا شايفين قد ايه مقرمش، ليه؟ لانه اتعمل مرتين، يتحمر مرتين. دي كانت طريقه الزلابيه بتاعتنا، ويا رب تكون عجبتكم، وهي جديده وفيها اضافات جديده. يا ريت لو ما حدش اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لي اشتراك ولايك وتعليق، وقولوا لي ايه رايكم في الاكله الجديده الجميله دي، الزلابيه بطريقه جديده خالص وطريقه مختلفه غير بتاعه زمان. واقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله في اكله جديده بطريقه جديده. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.